الورد عن المشروع. أنا اسمي زينب السيد، وأنا فرحانة جدا بالمشروع، وفرحانة جدا إن أنا هعمل حاجة، وإن أنا هاكل عيش، وبشكر كل الناس اللي ساعدتني أنا وأخويا، وبشكر سيادة الرئيس، وبشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي. ميرسي، شكرا. إن شاء الله. ممكن تعرفنا بنفسك وتقولي أنت من محافظة إيه؟ أنا من عزب السياح، محافظة الدقهلية، مركز نبراو. قبل ما تستلم الكشك كان عندك مصدر رزق او انت كان عندك شغل تاني؟ لا، قبل ما كانش عندي اي حاجه والله، انا كنت طالب بس في المعهد الازهري بس، لكن انا ما بفهمش اي حاجه في الدراسه، بس عشان كان عندي كهربا زايده وكنت بدوخ كده وكنت بنسى الدروس اللي انا باخدها وكده يعني، فانا بحفظ القران عادي يعني، وبقدر ان انا احفظه برضو كده شويه يعني، فانا ممكن ان انا اقدر احفظه، فانا عايز الشيخ بس بيجي لي كده، بيجي لي الشيوخ برضو بيعلمنا القران. لو عايز تشكر حد النهارده تشكر مين؟ اشكر الدنيا بحالها والله، اشكر ربنا الحمد لله، نحمد ربنا ونشكر الفضل. تمام. مش عايز تشكر الدوله، تشكر ان هم اشكرهم، ربنا يبارك فيهم يا رب، وينهم ويصلح حالهم ويكرمهم يا رب. مش عايز تشكر رئيس السيتي؟ اشكره على كل شيء، ربنا يبارك فيه يا رب، وينهم ويصلح حاله ويكرمكم كلكم. شكرا. ميرسي. شكرا. ربنا يبارك. ممكن تعرفنا بحضرتك ومن حضرتك من محافظة ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي مجدي عثمان من الشرقية، وبشكر رئيس السيسي وبشكر حياة كريمة انها وفرت لنا كشك بمواصفات جيدة يعني تساعد الواحد ان هو يمارس حياته الطبيعية ويكسب لقمة عيشه بالحلال. شكرا. شكرا.